برج الجوزاء يبدأ هذا البرج من 21 مايو إلى 21 يونيو، ومن المتوقع أن يكون هذا عام الحب لمواليد هذا البرج، فأنت ترغب في بناء حياة مستقرة مليئة بالحيوية والتجديد، وتمتلك روح مبادرة وجرأة في التعبير عن مشاعرك، وقد تنشأ علاقة جادة يكتب لها البقاء، وعلى الصعيد المهني والمالي. فإن زحل نبتون معاكسان ويضعان الضغوط على عاتقك ويدفعانك لمراجعة نفسك وإنجازاتك طوال الوقت، ومع ذلك من 21 يناير بلوتو بمنزل الحف، ومن 26 مايو المشتري في برجك، وبالتالي ستتمكن أخيرا من التقدم في بيئة صحية وضربة الحظ.